السلام عليكم. تم البارحة افتتاح تدشين وافتتاح مركز الطفولة والأمومة ببلدية قالمة، وذلك بعد عدة سنوات من التأخر بعد الانتهاء تاع الأشغال تاع المركز هذا. هذه مدة 5 أو 6 سنوات. الآن يتم افتتاحه بعدما تم تجهيزه بالكامل. و للعلم أن هذا المركز للطفولة والأمومة الذي يقع في بلدية قالمة هو واحد من أكبر المراكز من نوعه في الشرق الجزائري، ويعتبر إضافة أكيدة للمنظومة الصحية بصفة عامة في الجزائر. إذن هنيئا لسكان قالمة أو المناطق المجاورة لها، وإن شاء الله المزيد من هذه المراكز اللي في كل ولاية القطر الوطني. نخليكم في معنيات الفيديو. السلام عليكم.